هذه الصفحة توضح لي صفات الحزم بالنسبة لمجموعة الـ OH والـ CO الموجودة بالكحولات. الـ OH stretching دائما تتأثر بواسطة العاصرة الهيدروجينية. المجموعة الهيدروكسيل جروب الحرة تمتص بين 3650 إلى 3585 سنتيمتر ماينس 1، وتكون شنو؟ تكون سترونج وشارب، سترونج وحادة. الفري او اتش باند، إشارة أو حزمة الاو اتش الفري تكون فقط تمتص وين؟ بالمحاليل الغازية أو بالطور الغازي، وأيضا بالمحاليل تكون جدا مخففة ومذيب غير قطبي مثل CCl4. العاصرة الهيدروجينية تكون على نوعين: intramolecular hydrogen bond و intermolecular hydrogen bond. intermolecular hydrogen bond شنو معناته؟ تكون بين جزيئتين من الكحولات أو جزيئتين من الفينولات. الانترهيدروجين بوند اللي هذه اللي تكون بنفس الجزيئة، تصير جزيئة واحدة وهي تصير بيها عملية الهيدروجين بوندينج. الانترموليكولر هيدروجين بوند تزداد كلما زاد تركيز المحلول، increase as the concentration of the solution increase. كلما زاد تركيز المحلول راح تزداد الأواصر الهيدروجينية. زين، هي ليش؟ لأن تكون كلما يزداد تركيز المحلول جزيئات تكون متقاربة جدا مع بعضها البعض، هذا يؤدي إلى أنه تزداد الأواصر الهيدروجينية بيناتها. وهذا طبعا بالتالي هذا شيء يؤدي إلى أنه يقلل من شنو؟ يقلل من التردد مال الامتصاص، ويكون تقريبا بحدود 3550 إلى 3200 سنتيمتر ماينس 1. احنا قلنا هي بينما لما تكون فري ما موجودة العاصرة الهيدروجينية وين راح تكون؟ تكون بحدود 3650 إلى 3585، لكن لما وجود الآصرة الهيدروجينية intermolecular hydrogen bond نشوفها راح تقلل من التردد مالت الامتصاص، ويكون بحدود 3550 إلى 3200 سنتيمتر ماينس 1.